العلاقة مع روسيا لو تركت فقط لترامب لوجدنا أحسن علاقات الآن وتحسنا كبيرا، لأن ليست فقط رغبة لديه في تحسين العلاقة مع روسيا، يبدو فعلا أن هناك اتفاقات كان قد رعاها مايكل فلين الذي عينه مستشارا للأمن القومي وجرى طرده فيما بعد، أو حتى على مستوى في داخل المستشارين الذين كانوا يعملون مع ترامب في حملاته الانتخابية. فهناك التزامات أكثر من رغبات لدى ترامب يريد أن تجاه روسيا، لكن هذا لا يتم التوافق أو موافقة عليه من قبل المؤسسات الأمريكية الفاعلة في داخل الولايات المتحدة، يعني الخارجية، الدفاع، أجهزة المخابرات. هذه يعني حتى أحيانا تأثير كبير للكونغرس لشركات كبرى، هذه يعني المؤسسات إن كانت بطبعها الحاكم أو الضاغط كوبي وغيرها، هي التي في النتيجة تجعل أي رئيس أمريكي يأخذ قرارات معينة في السياسة الخارجية. ما سنراه في الفترة القادمة إن كان من جهة روسيا نفسها التي ستشهد انتخابات رئاسية، وما نجده أيضا من داخل حتى ترامب شخصيا الآن محاولات لإظهار خلافات ليستفيد منها موقع، يعني بوتين بحاجة إذا هذا الأمر في داخل روسيا لتعبئة الشعب الروسي في ما من برنامج سياسي رئيس بوتين. وأيضا ترامب ربما يجد أحيانا هذه الإشارات السلبية للروسية وكأنها تعطيه براءة ذمة من تهمة العلاقة مع روسيا في فترة الحملة الانتخابية، لكن القاعدة أو الأرضية الأساس للعلاقة هي روسيا، أنا في تقديري ستبقى في هذا الحال، لأن هناك حرص أمريكي على أن يكون القرن 21 قرنا أمريكيا كما قال في فترة سابقة جورج بوش الابن في مطلع هذا القرن، وكما قال بيل كلينتون في نهاية القرن الماضي عن هذا الأمر، وهذا يعني منافسة مع روسيا، منافسة مع الصين، وسنجد حتما هناك هذه الازدواجية ما بين العلاقة في مجالات والخلاف في مجالات الأخرى. أنا أعتقد روسيا استفادت من وجود ترامب بالحالتين، بحالة أنه فعلا إذا كان قد أقام نوع من الاتصالات أو شيء من التفاهمات، بعضها يتعلق حتى في العقوبات التي اتخذتها إدارة أوباما على روسيا في نهاية عهد أوباما، بعضها له علاقات في العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا. فأعتقد يعني هناك كان نوع من الوعود وتعهدات من ترامب اتجاه روسيا، فأعتقد بوتين استفاد يعني وروسيا استفادت من حالة ترامب وفوزه بالاتجاهين، أنه إذا استطاع تنفيذ التزاماته فهذا سيفيد روسيا، وأنه إذا عجز عن تنفيذ التزاماته فهذا ضعف لأمريكا، وهذا فعلا ما يحدث الآن. يعني نجد هناك حالة الضعف في السياسة الخارجية الأمريكية وعدم الاستقرار في هذه السياسة بمسائل دولية عديدة ما لها علاقة بكوريا، بإيران، بالعلاقة بالناتو، بالعلاقة بالدول الأوروبية. هذه أزمة، يعني الأزمات بالحقيقة وليس أزمة واحدة في السياسة الخارجية الأمريكية، أنا في تقديري تستفيد منها روسيا كونها القطب المنافس للولايات المتحدة الأمريكية الآن. بداية كان يتحدث بمنطق العزلة للولايات المتحدة أكثر من هو موضوع المشاركة، يعني كان يطرح حتى مسألة الناتو ومورر وجوده. أنا أعتقد يعني كانت طروحاته في الفترة الأولى من رئاسته تعبر أكثر عن توجهاته الشخصية وأيضا عن برنامج الذي كان يطمح لتنفيذه، وعن أيضا ربما تعهداته والتزاماته لروسيا حينما دعمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. الآن هذا ليس لم يعد الآن واردا، يعني ليس الآن بقدرة ترامب أن يجعل هذه التعهدات أو التصريحات التي سمعناها في بداية إدارته أنها قابلة للتنفيذ. يعني كان يتحدث عن حتى خروج الولايات المتحدة عمليا من الناتو، وقف مستويات للناتو، أمور كثيرة أنا في رأيي كانت ربما ترغب فيها موسكو، يعني أو تراها مسألة إيجابية بالنسبة لها أن يتم حل الناتو أو ضعف الناتو في أوروبا، يعني أو التفاهم مع موسكو على قضايا لها علاقة في أوكرانيا أو في العقوبات على روسيا أو في حتى قضايا المنطقة العربية، لكن الأمور لم تسر بهذا الاتجاه ولن تسير في هذا الاتجاه.